احنا السنه دي بنحتفل بفعاليه ناس وتراث في المنصوره. الفعاليه دي بنحتفل بيها تزامنا مع 6 محافظات مصريه، بورسعيد والقاهره والمنيا واثنا والقصير. كل محافظه بتحتفل بما يميزها من التراث بتاعها. احنا في المنصوره قررنا نحتفل بفعاليه ناس وتراث عن طريق تنظيم مسابقه للصور الفوتوغرافيه، اكثر صور معبره عن التراث في مدينه المنصوره محافظه الدقهليه. عملناها بصوره مسابقه قدم فيها 32 مشاركه، خلينا اساتذه من كليه فنون جميله هم اللي يحكموا المسابقه دي، واخترنا في الاخر اول 3 مراكز تم تكريمهم النهارده. بالاضافه ان طوال فتره الفعاليه 3 ايام كان متاح للجمهور ان هم يختاروا احلى صوره من وجهه نظرهم. على مدار ال3 ايام كنا بنعمل المعرض كان مفتوح وكان في فقرات غنائيه متنوعه بنعملها كل يوم عشان تشد الشباب ان هم يجي يشوفوا القصر اللي هو كان مهجور بشكل مختلف. تروح برضو بلاش يا الأجانب.